مرحبا. اليوم الحلقة يعني مهمة كتير، لازم تسمعوا عليها. بدر الدين الشلاح ولد عام 1950، مات عام 1999. زاره كارتر بعد أن أنهى خدمته، يعني كارتر بعد ما ترك الرئاسة عام 1981 في مزرعة بمرج السلطان في دار، انتبهوا على الاسم، دار صفر بن يوسف إسحاق عديل بدر الدين الشلاح بمرج السلطان. وكان رئيس المحفل الماسوني محفل إبراهيم الخليل، تذكروا الاتفاقية الإبراهيمية 1945 ل 1951. كان رئيس المحفل، ودلي كان رئيس المحفل، لكن بالستينات حضرت الدولة المحافل الماسونية. وهالمحفل الماسوني هلا بنحكي عليه، علاقته كانت جيدة مع تاج الدين الحسني، ثم عبد الناصر أثناء الوحدة، ثم حافظ أسد. كان في بسوريا محفل ترخص أول الانتداب الفرنسي، بس كان موجود قبله، محفل سوريا الشرق، يعني نادي الشرق اللي تسمعوه، هذا مقر لمحفل ماسوني. هذا فرنسي كان اللي أسسه عبد القادر الجزائري الأمير، يعني بعدين إجوا بيت الحسيني من تاج الدين الحسني، ودول كانوا بالمحفل. في محفل تاني تأسس بعد 3 سنين، محفل إبراهيم الخليل عام 1924 تأسس، تابع لمحفل نيويورك. شوفوها لمين تابع لمحفل نيويورك. رجعوا لزيارة كلينتون، رجعوا للاتفاق الإبراهيمي، كوشنير الآخري، تفهموا بقى شيء معين. هلا منشر لكم له بمحفل نيويورك. هذا محفل إبراهيم الخليل كان في داود المارديني، مصطفى الأباني، توفيق بيضون، عبد الرزاق عابدين، ومصطفى القلعي. مين القلعي؟ القلعي اللي مو نهاد، يعني الثاني، هذا قلعي اللي زبط له لباسل مصاري بفيينا. مهم جوزوا أخته على أساس ما بعرف شو. مهم بعدين تشكل محفل نور الشرق. نور الشرق تحت رعاية المحفل الاسكتلندي، يعني البريطاني. كان في هذا المحفل، انتبهوا اسمعوا الاسماء، كان في فارس الخوري، مصطفى السباعي، عبده القدسي، امين الاسطواني، عبد الرحمن الشهبندر. فانتبهوا لهي المحافل وصراعاتها. المحافل الدمشقية كانت غربية مثل ما شفتوا، يعني محافل حلب كان ارتباطهم أكثر بالطليان. كمان هذا الصراع بين حلب وشو اسمه، في نوع من صراع التجار كمان. وكان في محافل بلبنان نفسها، في محافل مشتركة كانت بلبنان، يعني بتتذكروا يعني أسماء مهمة، كانت صائب سلام، جبران تويني، ايه مثلا، هذولي كانوا بمحافل ماسونية. فبتلاقوا هاي الأسماء موجودة بالمحافل وصارت بالسلطات، يعني دلت بالسلطات. وكان في محفل ببانياس، هذا يبدو انه بيت مخلوف، يعني فاتوا عليه. هلا بدنا نحكي لكم بقى عن بدر الدين الشلاح. انا شو بدي احكي لكم عنه؟ بدي احكي لكم عنه شيء انا يعني شفته بعيني، يعني وسمعته بإذن. بدر الدين الشلاح كان تاجر، هن من سوق ساروجة الأصل. يعني هلأ يبدو أنه زوجته يهودية، يبدو هيك من خلال اسم عديله، يبدو هيك يعني. فهو ارتباطه، هن أصلا بيقولوا أنه أصلا من قبيلة شلحة، بس ما بعتقد، هن تجار دمشقيين قدما،
بس كونه ساروجا خارج السور يعني بده يكون إما من يهود جوبر أو يهود كذا، يعني شيء من هاد ممكن يكون، يعني عائلات أصلا يهودي وصارت هيك لقب الشلاح، لقب مش اسم قبيلة، لا لقب، ممكن يكون هيك. فأنا في عائلات دمشقية وأسلم وزلمة كان يعني يلبس طربوش ويلبس كذا ويصلي ويزكي، بس حسب ما روى يعني شريكه قال إنه كان يعتبر الزلمة حقاني يعني ما في مشكلة، بس كان يعتبر البرطين اللي بيدفعه والجمارك يعتبره من الصدق، يعني طالع صدقة أمواله، بس شو بيدفع برطيل شو بيدفع جمارك يمن من الصدق، صدقة رأس المال يعني الزكاة تبع رأس المال يصرفها برطيل وجمارك وكذا والضرائب وكذا كلها يعتبرها صدقة. ايه بزمانه كان في عمي يعني قريبنا يعني جدا لمرتي بيكون كان شبك بالزبدان، يتقاتل هو وشب تاني من عيلة تانية، تقاتلوا أطلق عليه بالجفت مدري شو صابوا بإجره، هذاك شرير شوي والعائلة يعني ما هذاك يخافوا عليه الولد، كان شب أول طلعته يتيم ما له حدا، فراحوا هربوه حطوه بالشام عند قرايبيننا بالشام. قرايبيننا بالشام بيت بربور وبيت فخري، ما بيحسنوا يحطوه بالبيت يعني شاب أول طلعته كذا إلى آخره، ما بيحسنوا ينيموه بالبيت، تعرفوا بيوت محافظة، ففي عندهم حدا يعني عنده كراج كان طالع سيارات شحن جديد، عم نحكي أيام الانتداب الفرنسي، كان طالع سيارات شحن جديد كانوا يبيتوها بكراجات مسكرة مغلقة يعني، قالوا له تقعد بهالكراج بتنام منه ناطور ومنه بتنام فيه الكراج وكذا إلى آخره، قعد بالكراج قعد بالكراج، قرب هاي السيارة رجع هاي السيارة تعلم السواقة وعاش بين الشوفيرية، فأخذ شهادة سواقة مبكر جدا، كان لسه أول يعني أول مواصل للسن القانوني كان عم يسوق، وراح بده يشتغل صار يشتغل شوفير يعني شغلوه شوفير، تعرفوا كان يومتها مطلوب كتير وطالع جديد السيارات، فصار ينقله للشلاح ينقله الأمر الدين على العراق على كذا، تعرفوا ما كانت النقل سريع يعني ينقلوا المشمش ينقلوا سوريا البلد الثالث بالعالم لإنتاج المشمش بعد أمريكا وإيران، فالبلد الثالث هي سوريا، فإنتاج المشمش مو معروف برا يعني. المهم فيعملوا أمر الدين أو يجففوا، كان دمشق مشهورة بالمجففات لحتى ينقل معهم هيك، فكان يشتغل عليه فانتبه عليه الشلاح أنه عم يشتغل ولا ليش لحتى شاب جديد وطالع وإلى آخره وعم ينقل لي وشاطر وإلى آخره، قال له تعال تشارك أنا وياك اشتري لك سيارة وانت بتشتغل عليها بصير شراكة، ما بيرضى ذاك انه يسلم السيارة مال هوا لواحد ذاك، يقول لك شريكي معقولة اما سلموا اياها هيك بتكسرها ما له مصلحة يعني بيصلح بده يعطيه ربح لحتى بيفهم الشلاح، فشاركوا الشلاح كبر معهم الأسطول صار عندهم سيارات كتير صار عندهم مدري شو صار يشتغلوا على خط بغداد على خط الكويت على خط فلسطين اشتغلوا منيح هيك لقريبة الحرب العالمية الثانية، وصار عندهم أملاك كتير يعني من وراء السيارات غير شغله الثاني للشلاح يعني. فكان شريكه بموضوع السيارات النص بالنص، اجا كبر راسه عمي عاد عبد الرحمن قال له بدنا نفصل خلاص حاجي، قال له يا عبد الرحمن انت عم تشتغل بحظ بدر الدين الشلاح، شو بحظ بدر الدين الشلاح يعني ما بدي اقول له انه عم تشتغل برعاية مؤسسة كبيرة بترتب لك شغلك بتأمن لك خدماتك بتأمن لك الصفقات يعني اللي هي شبكة الماسونية العربية، لا ما بيقول له هيك، ولكن قال له تصطفل بدك تفصل فصل، قال له أنا بأخذ سيارات إلي أنت خذ البقايا، قال له تعال خذ عقارات خذ بيوت خذ مزارع، قال له لا بدي السيارات أنا ما بفهم إلا السيارات. المهم طلع له من الشركة سبع سيارات شحن وكان شغال ممتاز والآخرية، بهذيك الفترة كان بلشت الحرب العالمية وطلع رشيد علي الكيلاني، رشيد علي الكيلاني استلم بدال نوري السعيد، ورشيد علي الكيلاني كان وسط يعني ما كان كتير ميال لينشي مع البريطانيين، وتحت ضغط الناس وكذا صاروا بالعراقية بدهم يقلبوا مع الألمان، فالبريطاني صار توتر بين رشيد علي الكيلاني وبين
نوري السعيد والوصي على العرش عبد الإله هرب تخبى وين؟ تخبى بالسكنة البريطانية. وكان واضح أنه قد تسقط البلد بيد المحور. لسبب قرروا البريطانيين يهربوا خزينة، يعني الاحتياطي الذهب من الخزينة، يهربوا إلى سوريا، لأن سوريا يعني كانت مستقر فيها الحكم، مستقر فيها الفرنسيين الغير موالين لهتلر، مو هيك؟ مين بده يهربون؟ كان ما في أكبر أكثر سيارات، ما أهم سيارات وأكثر سيارات هي مملوكة لعبد الرحمن. راح عبد الرحمن حملوا وعود السيارات وهن ماشيين إجوا بدهم يوصلوا للحدود، الحدود موالي لمين؟ للحكومة. فقالوا له الموظفين في أمر باعتقالك ومصادرة كذاك، هروب، لأنه كان على طول وبيعرفوه يعني. هروب، ترك السبع سيارات وهرب. راحت رجعوا الخزينة، رشيد علي الكياني رجع الخزينة وهذا صفي على الحديدة. راح على الكويت، اشتغل بالكويت. المهم فكان يقول له، كان يحكي لي عنه هو يعني، حتى الشلاح اجى زورنا يعني، عنده مزرعه بالزبداني واحيانا يعزموه على الغداء يعني، اولاده لعبد الرحمن او عبد الرحمن يعني. ومره اجى لعنا على البيت، بتذكر كان عنده سياره من اللي بابها الادماني بيفتح من قدام لورا هيك، مو بيفتح تركب انت من على الكرسي دغري، بيفتح من ثالث دركسيون بيفتح فصالته، صايرين فصالات تنتين سوا الفصالات، الباب الوراني من الخلفي على الشمعة النصاني. بتذكر صفة قدامنا وفات وقعدوا تغدوا، كان يصلي الجمعة، بتعرفوا بده يصلي الجمعة يا بجامع المحطة يا جامع الجسر، يجي يصلي ويتغدى ويقعد يقعدوا ويسولفوا. انا بعرفه بالسبعينات يعني 71 72 انا بتذكره وشفته يعني. مين هذا يا عمي؟ قال لي هذا بدر الدين شلاح، هذا الحاج بدر الدين. ومن يومتها هو رئيس غرفة التجارة، ودل رئيس غرفة التجارة فترة طويلة. فبدر الدين الشلاح هو هذا الإنسان اللي كان مرتبط يعني، اشتغل كتير مهم يعني بموضوع يوم اللي قاموا الإخوان وأضربت سوريا كلها. بالثمانين كان مؤيد لحافظ أسد، ليش؟ لأنه صلاح جديد وهذا حاولوا يضغطوا عليه يعني، فحماه كان يومته وزير الدفاع صلاح حافظ أسد. صار في إضراب، أضربت سوريا كلها بثمانين، الشلاح رفض أن غرفة تجارة دمشق رفضت تضرب، مع أنه النقابات أضربت، نقابة الأطباء، نقابة المحامين، نقابة المهندسين، كل النقابات يعني مذاك المخاضعة مباشرة يعني، بس العمال الفلاحين ما أضربوا، والتجار معظمهم بده يضرب وكذا، لكن الشلاح يومتها وكفتاره هن اللي اشتغلوا على أنه شو، على أنه ما يصير إضراب. وهالسبب يعني فشل وإضراب 80 اللي كان سيسقط حافظ أسد، لأنه كان في ضغط مجتمعي هائل. فقدم خدمة لحافظ أسد. هلا حافظ أسد بالماسونية بس بالفرع تبع اسكتلندا وعن طريق مرته، يعني مثل ما الشلاح صار بالماسونية عن طريق يبدو مرته، كمان حافظ أسد صار بالماسونية أو مقرب من المحفل الماسوني الاسكتلندي من خلال بيت مخلوف. فبعد ما خطف المرأة وكذا بالآخر يزبطوا، فيبدو تقاربهم كان في شيء من هذا النوع. فهدول تجار دمشق هن اللي عطلوا اسقاط حافظ أسد بال 1980، وأنا كنت يومتها بالجامعة وكنا ناطرين بس لننزل مظاهرات يعني. أنا متذكر يقولوا لنا روحوا على الجامعة ولا تاخذوا معكم هويات ولا تاخذوا شيء، بس يعني البسوا بواط رياضه منشان اذا صار اكيد او صار كذا او صار مظاهرات تشاركوا. كنا نازلين على اساس مظاهرات، مو على اساس يعني، مو على اساس انه يعني نداوم، عرفتوا؟ كان الجو موتر بهذه الطريقه. لكن مره هو اضربت سوريا كلها ما عدا دمشق، وهن نفسهم بعدين دعموا بشار بالثوره السوريه يعني، ابنه راتب وحمشه والكزبري وكذا هن اللي وقفوا مع بشار أسد، وهن اللي عطلوا اقتحام دمشق، هن اللي عطلوا دوليا ومحليا ومن خلال المقاتلين نفسهم، وزبطوا
جيش الإسلام وجيش الأمة وجيش مدري شو، إنه ما يفوتوا على الشام. يعني هني كانوا وراها بشكل أساسي، وراء القرار السياسي العربي الدولي كان وراء تجار دمشق اللي معظمهم كانوا تابعين لمحفل الماسوني بنيويورك. إيه بس يعني خوفا على أموالهم وسلطتهم وكذا وإلى آخره، نحن منشيله لبشار، منشيل بيت الأسد، بس نحن نجيب البديل عنه. يعني كتير كان مطروح بفترة من الفترات يعني شخصيات معينة معروفة كانت ارتباطها، يعني ارتباطها بهالمحفل، وكان مهتمين كتير بشغلة الحوار. يعني شغلة الحوار بين الأسد وبين المعارضة هي فكرة تجار دمشق، نعودوا تحاوروا واتفقوا انتوا وياه، وتبنوها تجار دمشق الكزبري والشلاح وذاكي، وقالوا له لمعاذ انه احنا بدنا هيك، وبناء عليه اطلق مبادرته، وهذا اللي صار. كانوا عم يراهنوا عليها كتير، وشفتوا الاهتمام الدولي الهائل اللي صار بمبادرة الحوار، وكيف انه تبنته اسبانيا وتبنته الدول الثانية والاعلام. ليش صار الاهتمام؟ لانه في وراه قوة مالية، قوة مالية كانت وراء هذا الموضوع. كنت انتبهوا للشغلات، أنا ما عم بحكي للمصالح وبزنس اللي بيستعد يعني مرق أي شيء مقابل المصاري، عم بحكي للناس اللي صفيوا على الحديدة، اللي عايشين على رحمة ربهم، يعني على رزق يومهم، هدول الفقراء المساكين، هاي الناس عم بحكي لألا اللي يتذكروا واسمعوا مني هاي النصيحة. ايه فاليوم غيروا هدول، غيروا رأيهم، يعني صاروا الدنيا يشيلوا بشار. أنا معلوماتي هيك، من خلال شو؟ من خلال الأطراف اللي عم تتحرك، اللي كانت تتحرك سابقا غيرت رأيها، صار تتحرك بطريقة ثانية. فتجار دمشق قرروا، الماسونيين يعني قرروا انه يعني يغيروا بشار، وبدهم يشتغلوا على الموضوع، على موضوع البديل. فكنت انتبهوا كتير انه معلش عم تغيروا بشار، غيروا، بس البديل ما بيهم سياسيا مين بيجي، بس بيهمني طريقة إدارة مرحلة إعادة الإعمار حتى ما يأكلوكم، هدول طماعين كتير. يعني في فرق، أنا حكيت لكم قصة عمي عبد الرحمن، في فرق بين عبد الرحمن وبين بدر الدين، كان فرق أساسي. عبد الرحمن طاش حجره كتير وصار معه مصاري وصار يصرف وراح، المهم طاش حجره كتير وكذا وصار معه مصاري وصار جاه وصار يعني لحق هواه، بس كبر شوي فلس، راح على الكويت ورجع، عمل سيارات، عمل مدري شو، بس آخر حياته تصوف، عدى 10 سنين متصوف، يطلع يكنس الحارة مع الناس، يعني مع الزبالين الصبح يطلع يكنس وما يأكل الخبز ليعفن. وآخر شيء وقت اللي مات قال لهم، اجا وزع كل شيء عنده، يعني مفشي عنده ولاده وكذا، ايه خدني لوين بدي أخذك أبي؟ قال له خدني على التربة بدي موت. قال له ايه طلع اخذ بعض زبداني. المهم وصل على ذاك، قال له وين رايح؟ قال له رايح على البيت. قال له لا بدك تاخذني على التربيه. قال له لا تموت باخذك على التربيه. المهم يوم متى؟ 80 82 83 هيك شيء، 82 83 بدي اخذك على ذات. قال له لا تموت باخذك، خلص بدك باخذك. قال له انا زبطت التربيه بدي موت فيها. المهم قعد الليله هذيك، كان معه سكر، ايه المهم تعشى بيضات مسلوقة بتذكر، فاقوا الصبح لقوا ميت. فسبحان الله، كان يعني شايف النام، شايف شيء انه انت بدك تموت، فقرر انه انا بدي موت خلص يعني. فهذا مات بهذه الطريقة، انه ما في شيء يعني، طلع ونزل، مال راح، مو هيك؟ مال راح ما في شيء. بتذكر مرة كان وقت كان عنده سيارات وكذا، طلعوا قرار بشي اسمه بفرنسيين انه تحمل القطارات بالاول، الحمولة اللي تزيد تاخذ السيارات، انه انقطع شغله. فراح اخذ السيارات، اخذ الشوفيرية والسيارات، وقفهم بساحة المرجة، طفاهم وفلوا، سكر ساحة المرجة كلها قدام الحكومة وقدام كذا الاخرين. استغربوا الفرنسيين، اجوا لنقابة المحامين، لك شو عم تعملوا انتو كذا الى اخره، صاروا بدهم يفاوضوا، قالوا تعالوا نشكلكم نقابه. شكلوا نقابه عمال النقل البري اللي دلت تفرغ السيارات عن طريقه يمكن لهلا.
هي بالأصل لتنظم الدور، لتنظم الدور انه نص للقطار ونص للسيارات. اتفقوا مع الفرنسيين انه بالنص، ودلت نقابة عمال نقل البري، هي اول نقابة عمال تتشكل بسوريا، هيدي بهذه الفترة كان جريء وشاطر يعني، ما كان يحكي الا ليوقف وقفه، ما بيحكي الا ليوقف وقفه. بروح لعنده، انا كنت بالجيش والجامعة وكذا والاخر، يروح لعنده امرأة عليه يعني، شو اسمه، عن اسمع له الحديث واسمع له قصصه عن بدر الدين وعن العالم، عن الشام، عن طريقة التفكير القديمة، كيف كانت روعة فلسطين، شو كان يشوف، شو كان كذا، شو كان، كيف كانت الأمور. بدي بتعرفوا السائق الخارجي بيعمل، وقت رجع على الزبداني هو اللي يعمل أول سيارة على دمشق زبداني، كانت سيارة شحن كانت له. بعدين عمل باص، عمل مدري شو، عمل هو وأخوه، وآخر شيء آخر وقت اللي كبر شوي بالسكر علي معه قعد بالبيت. بينما بدر الدين دل مجمع مصاري وراكد ورا السلطة وإلى آخره يعني، وعاش كتير، ويجوا لعنده رؤساء، ويجوا لعنده مدري شو، ويجوا لعنده إلى الآن له مستقبل. ليه؟ لأنه يعبد شو اللي بيعبد الأساسي، العبادة هي للمال يعني، أو على الأقل يعني الدين في خدمة المال يعني، أو يعني محده مش قدامه. بينما الناس المؤمنين تاني في طريقة تانية من الإيمان، هو التضحية بالمال مقابل الدين. هوديك لا، ما بيضحوا بالمال مقابل الدين يعني، ممكن يضحي بالدين شوي مقابل المال. فهذا الفرق يعني، بينما من يعبد القيم والحق، وبين من يعبد المصالح، في فرق، هذا الفرق بيناتهم. وبتكون تنتبهوا كتير، هذا الموضوع موجود عند الناس، موجود بين الثوري راح قاتل واستشهد وفات على السجون، وبين الناس بيحسبها انه هي كذا هي كذا، انتو خربتوا بيتنا، انتو مدري شو، انتو ليش، لا بيحسبها ماديا انه الثورة مبسي يعني، لا الكرامة الى قيمة ولا كذا الى قيمة. وبيطلع لك واحد بيقول لك انتو عم تعملوا تطلبوا انه يضربوا الجيش السوري. شو الجيش؟ هيك اسمه الجيش السوري يعني، اللي قصف المخبز وقصف الفرن وقصف المدرسة والشارع والسوق، هذا اسمه جيش سوري ولا اسمه عصابة مجرمين؟ شوفوا بيلعبوا كيف على الاسماء. فبكن تنتبهوا من تجار دمشق، دورهم مهم جدا، انطباطاتهم العالمية خطيرة. وكنت تنتبهوا منهم مرحلة إعادة الإعمار مشان ما تصيروا عندهم أنتوا خدم يعني، لكن ضروريين يعني، لا تكبوهم ولا تطيعوهم يتبعهم.